السلام عليكم، أهلا بيكم في كورس جديد. هنشوف فيه الإضافة في تحديد مكان المشروع المربوط، استخدام التحليل الحراري، ربط البرنامج بمواقع إنسايت 360 وإزاي نقدر نستفيد منه في تحليل أداء المبنى من خلال اختيار النوع المناسب لينا، سواء لو كان Architecture 2030 أو Net Zero. ربط البرنامج ب فورم 8360 واللي ممكن أعمل له استيراد أو أصدر للبرنامج. إضافة برنامج دينامو والعمل عليه من داخل برنامج الريفت. التحكم في إظهار الأدوار العلوية والسفلية للمسقط. التحكم في إظهار الواجهات والمقاطع. الإضافة الجديدة الخاصة بالبارامتر العام اللي أقدر أتحكم في أبعاد العناصر الفاميلي من داخل بيئة المشاريع. إضافة القيم المحسوبة للتاج. الإضافات اللي حصلت في الجداول. التحسين في النصوص. إضافة التصنيفات الفرعية للمستويات المرجعية. الإضافات والتحسين في القطع المصنعة. النسخ بسهولة في مشاهد لقطات الكاميرا. الإضافات اللي حصلت في معالجة الصور. الإضافة في ملفات العمل على المركزي. ولكل فيديو فيه ملف عمل، هتلاقوا PDF فيه جدول باسم كل فيديو واسم ملف خاص بيه عشان تتدربوا على الفيديوهات. وأيضا هيكون فيه شرح لكل فيديو، هتلاقي الشرح موجود في المصادر. وقبل كل ده هنعرف ازاي نتعامل مع المنصة، وازاي نشوف الكورس ونحمل الفيديوهات، وكمان نقدر ازاي ناخد الشهادة بعد ما نخلص الكورس. وبعدها هنعرف ازاي نعمل حساب على شركة الديسك عشان ناخد برامج مجانية مرخصة ونستفيد بكل المميزات للبرنامج اللي بننزله. وبعدها على طول هنبتدي فيديوهات الكورس. بسم الله.